نفس الوقت اللي بتزين شوارع القاهرة أشجار الكريسماس وأقنعة بابا نويل وقبعاته، بتتزين أيضا القاهرة بعرايس المولد في تقليد لم تهجره مصر منذ أيام الفاطميين، وبتستعد كل محلات الحلوانيات الحلواني بنصبة مولد النبي. كل سنة وانتم طيبين. حمص دل ما ينقص عمر يرقص. أيام قليلة وتحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا اليوم يعد احتفالا وموسما لشراء حلوى المولد مثل السمسم والحمص والفول السوداني وغيرها من الحلوى. الأنواع الجديدة في نزل قشطة، نزل شكلمة بالقشطة، ونزل جميع أنواع النوجة، في بالبندق وفي بالفستق وفي بالعين الجمل. نزل عرايس جديدة ونازلة، يعني أنواع مختلفة عن السنة اللي فاتت، كل سنة بتختلف سنة عن سنة. تحتفل دول عدة بذكرى مولد الرسول فهو فرحة لهم، أما عن الأجواء بالقاهرة فهناك حركة بيع وشراء من قبل المواطنين ووجهات نظر مختلفة حول الأسعار والإقبال على شراء الحلوى. اللهم صل على النبي، بالمنظر جميل وأسعار حلوة خالص، متوسطة في متناول الجميع، يعني أسعار متهاودة كلها، اسعار غير الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت. هي غاليه، في غالي وفي رخيص، بس الرخيص ما بقاش حلو قوي، يعني في حاجات انا محتاجاها مش بلاقيها فيه. في رخيص في غالي، بالنسبه للعرايس برضه بحس ان اسعار مهوله، يعني حاجه موجوده كل حاجه موجوده لكن الاسعار فوق المواطن الطبيعي. المولد النبوي الشريف موسم سنوي تبدأ الاحتفالات الشعبية بإقامة مجالس مدح للنبي وأكل الحلوى التي تعد عادة سنوية موروثة. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبة ومصر طيبة والدنيا بحالها طيبة يا رب. مها صبري، قناة دريم.